كل مؤمن يفرح بولادته صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى قد هيأ له دارا قبل ولادته، وقد ابتلي كثير من الناس ممن خالفه قبل 1000 سنة. هل تسمعون أن طبع ملك اليمن جاء إلى مكة المكرمة ليأخذها، فابتلاه الله تعالى بمرض قبيح، وهو أنه خرج من فمه ومن أنفه ومن أذنه رائحة كريهة حتى لا يقرب إليه أحد من حتى الزوجة لا يقرب إليه. وقيل له: يا ملك طبع، إن هذا البلد بلد يولد فيه نبي آخر الزمان، وعليك أن تعود من هذه البلدة. فعاد فرجع وخرج وشفي. يورخ التاريخون والمورخون قبل 1000 سنة وقعت هذه الواقعة. بعد وقعت هذه الواقعة، عندما تم 1000 سنة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء طبع آخر ليأخذ المدينة المنورة قبل 700 سنة من الهجرة النبوية، وكذلك ابتلي هذا الرجل أيضا برائحة كريهة خرجت من فمه ومن أنفه ومن أذنيه، نعوذ بالله. قيل له: إن هذا البلد بلد يهاجر إليه نبي آخر الزمان، وإذا خرجت من هذا يشفي الله لك وإلا فلا تخرج. فخرج ورجع، وعندما رجع بعض بطارقته بعض سكرترياته وقالوا: نحن نسكن هنا ونريد أن نموت في هذا البلد الذي يهاجر. صلى الله على محمد.
لقينا روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا كل من قالوا رضينا للحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ونادت الهادي غزالا تشتكي تبدي مقالا نادت الهادي غزالا تشتكي تبدي مقالا يا إماما للرسالة يا إماما للرسالة كن ضاميني يا محمد صلى الله عليه وسلم.